هذه الأيام كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها. قيل ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. وهنا أحبتي في الله نستطيع أن نعرف أن الأعمال مضاعفة في هذه الأيام، وهذا التضعيف خير وبركة على الإنسان في تكفير السيئات وفي رفعة الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أحبتي في الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في غير هذه الأيام، سئل صلى الله عليه وسلم قال رجل له: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد. ثم قال مبينا السبب، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر، تظل صائما قائما منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يعود مقدار الغزوة؟ فقال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ فتبين أنه لا يوجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل في غير هذه الأيام. أما في هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. العمل الصالح في هذه الأيام بركة ونور على الإنسان أيها الكرام المؤمنون. نحن في خير أيام الدنيا أيها الكرام، وننتظر يوم الحج الأكبر يوم عرفة، هذلكم اليوم الذي هو أفضل هذه الأيام، اليوم الذي كمل الله عز وجل فيه الدين حين نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة. ففي يوم عرفة أيها الكرام عطاءات كثيرة من الله، لذا ينبغي أن نستعد له من الآن، نستعد من الآن بالتعود على الأعمال الصالحة وبمعرفة كيفية مضاعفة الأجور. نعم، مضاعفة الأجور، فالفعل والذكر والطاعة من العبد قد يتضاعف ببركة ما يحضره من القلب من الخشوع والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فقد يكون بين الرجلين مسافة قريبة في الصلاة، لكن فرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. هذا تتضاعف له الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة بفضل الله عز وجل، على حسب ما يحضر الإنسان من الخشوع والخضوع والإنابة والإخبات لله سبحانه وتعالى، على حسب ما في القلب من التعظيم والإجلال والتوجه لله سبحانه وتعالى، على حسب ما يتضاعف العمل بفضل الله عز وجل. لذلك نحتاج إلى ضربة أيها الكرام على الخشوع في العبادة من الآن، الخشوع في الصلاة، في القيام، في تلاوة القرآن، في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه أيام ذكر أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض والرواتب، أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا المسنون في الذكر المطلق في هذه الأيام: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فيجمع التهليل والتحميد والتكبير قولك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هكذا في هذه الأيام استكثر على قدر ما نستكثر من الذكر، على قدر ما نرفع الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويضم إلى هذا الذكر المطلق من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث يوم من أيام التشريق، أي إلى عصر رابع يوم العيد، التكبير المقيد، فيكبر الناس عقب الصلوات أيضا كما يكبرون في كل وقت وفي كل حين. قيمة هذه الأيام عظيمة وجليلة أيها الكرام. لعلنا استمعنا إلى كثير من النصوص المبينة لفضل هذه الأيام، لكني في هذا اللقاء أحتاج إلى
إلى أن أذكر أيها الكرام بأهمية تضعيف الأجر وحضور القلب في العبادة لكي نستغل هذه الأيام الاستغلال الأمثل فنتحصل على أكبر قدر من الحسنات أيها الكرام المؤمنون. والذي يجعلني أهتم بذلك أن أتذكر دائما قيمة الوقت الذي أعيشه، فنحن في خير أيام الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك نحن نستعد لاستقبال يوم عرفة، فينبغي أن نستجمع كيفية الخشوع في العبادة والدعوات التي نريد أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا ومن خير الآخرة، فنلهج بها من الآن ونتدرب على الخشوع فيها كل يوم، نلهج ببعض الأدعية ونجدد فيها ونستكثر، وكل يوم نزيد ونزيد، وفي يوم عرفة نجمع كل ذلك أيها الكرام ونبث شكوانا إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله عز وجل خير الدنيا وخير الآخرة. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ذلك اليوم المبارك الطيب الذي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وإن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فيوم العتق من النيران، والعتق من النيران أيها الكرام عام لجميع المسلمين، كما قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: العتق من النار في يوم عرفة عام لجميع المسلمين، لمن حضر الموقف ولمن لم يحضر الموقف. من الله عز وجل على الأمة في يوم المغفرة ويوم العطاء بالمغفرة لمن حضر الموقف، وكذلك لمن لم يحضر الموقف له الأجر فيه في صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، فأجر عظيم وفضل كبير لمن لم يكون في الموقف في هذا اليوم. أما من كان في الموقف فلا يستحب له الصيام لكي يقوى على ما هو فيه من النسك. فالله عز وجل أعطى عطاءات لأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة، وهم أسعد الناس بيوم عرفة وبالعتق من النيران وبمغفرة الذنوب بفضل الله سبحانه وبرحمته سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. لم يحرم عباده الذين لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى عرفات لقضاء النسك في هذا العام وفي كل عام. من لم يستطع الذهاب يمن الله عز وجل عليه بالمغفرة، ويمن الله عز وجل عليه بالعتق من النيران على قدر ما يتوجه إلى الله سبحانه.